السلام عليكم. قد يرى البعض ممن لم يزور دولة الإمارات العربية المتحدة أو يعيش فيها يوماً أن الإمارات هي القبلة الأولى لأبناء دول العالم أجمع من أجل فرص العمل والاستثمار في دولة فتية قوية لا تضاهيها أي دولة في سرعة التطور الاقتصادي والعلمي والحضاري. وقد يرى البعض أن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات يحرصون كل الحرص على استمرار حياتهم وحياة أسرهم ونشأة أطفالهم فيها نظراً لمدى التقدم والتطور ورفاهية العيش الذي تحققه دولة الإمارات يومياً وينعم بها الأبناء وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وأنا هنا أود أن أؤكد أن جميع هذه التصورات هي حقيقة واقعة مثبتة بالأرقام والإحصائيات على مستوى العالم، ولكنها ليست السبب الأول لكون دولة الإمارات هي قبلة الجميع والوجهة الأفضل للحياة والعمل والرغبة بالاستقرار بها. السبب الأول لمن لا يعرف هو شعور لا يعرفه سوانا نحن المواطنين والمقيمين الذين عاشوا وتربوا ونشأوا تحت سماء هذه الأرض الطيبة وتحت قيادة حكامها المخلصين، شعور تدركه على الفور بمجرد أن تطأ قدمك أرض دولة الإمارات وتشعر به في كافة أرجائها وفي أي وقت كان. هذا الشعور هو الأمن والأمان. هذا ما تعنيه دولة الإمارات لنا في المقام الأول، الشعور بالأمن والأمان وعدم القلق على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أبنائنا وعلى أحبائنا. شعور بالأمن والراحة والطمأنينة لن تجده في أي مكان آخر في العالم. أنا زرت الكثير من دول العالم الأول للعمل أو التنزه، وبعضكم كذلك، وجميعنا يعلم أنه يتوجب علينا في الكثير من هذه الدول العودة قبل حلول الظلام حتى لا نتعرض لأي خطر من مخاطر السرقة أو الاعتداء، وعلينا أن ننتبه جيداً لأنفسنا وننتبه على أبنائنا ومقتنياتنا الشخصية في كل وقت وفي كل مكان. في دولة الإمارات والله لا أحد يخاف أو يشعر حتى بالقلق عند عودته من العمل سيراً على الأقدام أو التجول في الشارع الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً، سواء كان رجل أو امرأة أو فتاة أو طفل. في دولة الإمارات وعن تجربة شخصية، قد تنسى الهاتف على أحد المقاعد في المولات أو المطاعم أو الأماكن العامة وتعود بعد فترة وتجده في نفس المكان لم يلمسه أحد. أي ثقافة هذه زرعها قادة هذا البلد في نفوس أهلها والمقيمين فيها من أمانة ونزاعة؟ تستعجب كيف جعلوا الأمن والعدالة والقانون يحظى بإيمان مطلق من قبل الجميع في دولة الإمارات وعناوين رئيسية للحياة فيها. لذلك ليس من المستغرب لدينا أن تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمن وانخفاض معدلات الجرائم. عام 2021 حصدت دولة الإمارات لقب أكثر دول العالم أماناً في تجوال السكان ليلاً بمفردهم وفق مؤسسة جالوب الأمريكية للأمن والقانون والنظام، في دلالة تامة على أنها وطن الإنسان الأسعد. تصنيف لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من قيادة حكيمة تجسد أبهى صور التقدم الحضري وكفاءة الأجهزة المعنية الحريصة على تأمين سلامة المجتمع وأمن جميع الأفراد وجعل الطمأنينة مرافقة لكل من فيه دائما. قيادة رشيدة أدركت بحكمتها أن أكثر ما يحتاجه أي مجتمع ليبدع ويتقدم ويستمتع بنعم الحياة هو الأمن والأمان. قيادة واعية أدركت حجم المخاطر التي تحيط بها في منطقة تموج بالاضطرابات، فعملت وتعمل يومياً على تعزيز قدراتها العسكرية وامتلاك أحدث منظومات الدفاع، ومهما كانت التهديدات فأبناء زايد مستعدون لها ومستعدون لحماية وطنهم. الأمن والأمان هو السبب الرئيسي الذي جعل دولة الإمارات قبلة الجميع والوجهة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار، لأنه الركيزة الأولى لتأمين كل مقومات النجاح والراحة والسعادة التي هي حلم كل إنسان. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إذا تجولت امرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم إنها في الإمارات. إن الأمن نعمة والأمان طمأنينة وسكينة وحياة، وهذه هي الإمارات. رب اجعل هذا بلدا آمنا وأدم عليه سكينته وطمأنينته وأمنه وأمانه، واحفظه من كل شر ومن كل سوء. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.